هعمل معاكم وصفة الفراخ أو أوراك الفراخ بالبرتقال والعسل. معانا أوراك الفراخ ومعانا شرايح برتقال ودي مهمة جدا، معانا ثوم مفروم، مكعب أو مكعبين زبدة حسب الرغبة بدرجة حرارة الغرفة، ملح وفلفل، عصير برتقال زي ما قلنا، توم باودر، جنزبيل باودر، بابريكا باودر برضو، معانا كمان صويا صوص وعسل أبيض، هريسة ودي اختياري حسب لو هياكل أطفال أو ناس بتحب الشطة ولا لأ. أنا هاخد أول حاجة مكعبين اتنين بس زبدة، ما تزودوش في كمية الزبدة لأنه الوصفة دي مش معتمدة على طعم الزبدة، هي معتمدة على طعم البرتقال والعسل والصويا صوص، فمفيش داعي أن أنا أزود من الزبدة أو السعرات الحرارية في الوصفة دي. هاخد معاها بقى شوية فلفل وملح وهعمل إيه؟ هبتدي أدخلهم في بعض علشان أقدر بعد كده أدخل الزبدة دي في بقية المكونات بتاعتي. هاخد الثوم، كل الحاجات الباودر بتاعتي ان كانت الجنزبيل، البابريكا، بقية المكونات. عصير البرتقال على فكرة من المكونات اللي ما ينفعش تستغنوا عنها في الوصفة دي، دايما اقول لكم ايه لو ما عندكوش كذا بدلوه بكذا، بس هنا عصير البرتقال ما انصحش ابدا انه يتبدل، يعني عمري ما هقول لكم مثلا بدلوه بعصير ليمون لو موجود عندكم، لا البرتقال مهم لان هي الوصفه اسمها فراخ بالبرتقال. هاخد كمان العسل وابتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. في ناس بتحاول بتعمل الوصفة دي على خطوتين، تاخد أول خطوة اللي هي الزبدة والملح والفلفل وتتبل بيهم وراك الفراخ وبعدين تضيف عليهم بقية المكونات. أنا بصراحة بحب أبسط الوصفات على قد ما أقدر، يعني لو في خطوة نقدر نعديها ونعمل الوصفة كلها في خطوة واحدة تبقى إيه حاجة هايلة. دلوقتي بقى هاخد الفراخ بتاعتي أحطها في التتبيلة، هي المفروض تقعد في التتبيلة دي على الأقل 4 ساعات. طب لما سيبها في التتبيلة دي 4 ساعات هسيبها لازم تبقى مقفول عليها في التلاجة، دي حاجة مهمة جدا في سلامة الغذاء. طيب احنا ما عندناش وقت نتبلها أو نسيبها 4 ساعات، فهاخدها معاكو على طاسة سخنة بعد تقريبا 4 دقايق على الوش الاولاني، هتبقى ابتدت تاخد لون كده. بعدين هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبرتقال احطه تحت وممكن احاول ادخل منه شوية تحت الفراخ، وايه حاولوا تدخلوا كده البرتقال تحت فيها. عايز اقول لكم الريحة من دلوقتي تجنن. هناخد بقى شوية من الخلطة بتاعتي دي وابتدي اسقي بيها الفراخ وانا خلاص هديت النار. هديها تقريبا 5 دقايق تاني على البوتاجاز لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انا عايزاه، واخدها ادخلها على فرن سخن درجة حرارته 180، هتاخد تقريبا 45 دقيقة الى ساعة. بعد ال 45 دقيقة الى ساعة في الفرن تعالوا بقى اوريكم شكلها هيطلع حلو ازاي.